وعندما قال السيد المسيح في الكتاب المقدس عن سر الإفخارستية: اصنعوا هذا لذكري. فلذا بعض الطوائف تستخدم هذه العبارة وينكرون تحول القربان. هو كون ان اللي ذكره لا تمنع كلمة اصنعوا هذا، هم حاجتين: اصنعوا هذا يعني كرروا الامر ده باستمرار، وده ما بيعملهوش البروتستانت، ولذكري يعني تفتكروني لما بتعملوا كده. واحنا فعلا بنفتكر ربنا لما بنعمل الحكاية دي بتاع سر الإفخارستية. ثم ايضا قال: خذوا كلوا هذا جسدي، خذوا اشربوا هذا دمي. هل هما بيمشوا النقطة دي ولا ما بيمشوهاش؟ ما بيمشوهاش. لدرجة ان لوثر نفسه مؤسس البروتستانتية قال: لا انكر التحول، لان المسيح نفسه قال: خذوا كلوا هذا جسدي.